نخدمه ربي ما نخدمه. قلت لك هذا الشيء اللي تعرضنا ليه حنا اليوم ما فهمت هاد الناس، يعني حنا جايين على اساس غادي نديروا غير وقفه، غادي نطالبوا غير بحقنا غير باش نخدموا، ما بغينا منهم اخويا دعم، ما بغينا منهم حتى شي حاجه. حنا شوف كون خلانا نخدموا حنا نعطيوهم الدعم، قلنا شحال بغاو حنا نعطيوهم، ولكن باش يحبسونا بهذه الطريقه راه حشومه راه عيب. واش ما فهمتش انا، واش انت رئيس حكومه ولا رئيس القرارات ديال نص الليل؟ ما فهمتش، كتخرج ناعس مع راسك، كتخرج الصباح كتقول انا كذا وكذا وكذا، واش العراسات؟ شوف من الاخر قول لنا لا انت لا الوزراء اللي معك ما قدرتوش تواجهوا هذه الجائحه، وما تقولش ان احنا العراسات، حيت العراسات ما داروا لك والو. كاينين المولات، كاينين السوبر مارشيات، كاينين السواق، كاينين مصانعكم، معاملكم، كلشي خدام. واش عرس اللي فيه 50% هو مصنع فيه 6000 واحد؟ راه حشومه. الفشل ديالك ما تعلقوش علينا احنا، ما تهمناش، هذه راه تهمه بالمباشر. الفشل ديالك علقوا على راسك، ما تعلقوش علينا احنا، انتوما اللي ما عرفتوش تواجهوا هذا الوباء، وجيو تلصقوا علينا حنايا. حنا ما درنا لكم، حنا ما طالبين منكم حتى حاجه، ما عمرنا طلبنا منكم شي حاجه، حقوقنا وساكتين عليها باش غير نخدموا. حياتنا كلها حنا كنخدموا بدراعنا، تجي انت قاس على العرمه ديال الفلوس تحبسنا، حنا اللي كنخدموا بجدريال، راه حشومة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وكنقولها ونعاودها، الله ياخذ فيك الحق، انت ولي معاك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.